الرحمن الرحيم. شكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي. نتواصل معكم في انطلاقة أخرى وشوط آخر لا يقل أهمية من هذه الأشواط، الانطلاقة قبل النهائية، الشوط السادس عشر ينطلق، وخاص بالبكار المحليات اللقاية. مشاهدي الأعزاء، هنا لأبناء القبائل نشوف الشوط ونشوف الصدارة من البداية. هناك متواجدة محبة بكل محبة، وعلي بن سالم بن سعيد بن غصن العامري يتقدم في هذا الشوط إلى المركز الأول. المركز الثاني بجواره تماما الوثبة لمحمد بن عبد الله بن معدد النياتي، غادم بقوة ليكونوا أيضا في المركز الثاني من البداية. ناخذ المجموعة الأخرى مشاهدينا ومع الكاميرا الأخرى، وتقدم في هذه اللحظات مع الظبي، والظبي لعبد الله بن يريو بن محمد المنصوري. شعار أبو عمر متواجد في هذا الأداء الجميل، شعار من الشعارات أيضا الوثباوية الجميلة. ناخذ مشاهدينا قدوم آخر وتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. مركز الرابع هناك التواجد مع الجزيرة، جزيرة للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري، أيضا يتقدم في هذه اللحظات أبو منصور كما قدم لنا الجزيرة، يتقدم مرة أخرى بمشاهدي الأعزاء جزيرة أخرى وغدوم آخر. نعود ونتابع معكم مشاهدينا وصول وغدوم مشاهدينا. هنا وصل السيادة، سيادة مشاهدي الأعزاء قادمة بقوة لمحمد بن حمد بن سالم الدرعي، بدأ يتقدم مشاهدينا في هذا الأداء وهذا التقدم الجميل. المقرة أخرى قادمة في هذه اللحظات، وانتقال مع مشاكل لأحمد بن محمد المبارك بالعور الخيالي، بدأ يتقدم كذلك أيضا بقوة في انتقاله ممتاز. النقل الثامنة والدخول من قبل ضوء لسالم بن علي بن مبارك الربيعي، يتقدم هذا أيضا من شعارات الوثبة الجميلة التي تقدم كل جديد. نعود ونتابع معكم مشاهدينا، هناك نقلة أخرى وغدوم آخر قادم ويا الواعية مبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي، يتقدم في هذه اللحظات مرة أخرى كما حضر أيضا في هذه الصبحية الجميلة مع البترول. النقلة في المركز العاشر، هناك غشمرة وناصر بن راشد بن سعيد الجابري. هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة الأولى مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم. لنا عودة مرة أخرى لنتابع معكم صدارة الشوط، وهناك أرى الثلاثة اللي انفرادا بالكاميرا ومع المصور وعدسات أيضا أبو ظبي الرياضية. أرى تسلل من عمق الميدان، الله شعار أبو عمر يتقدم، هذا الشعار عندما يتقدم بيكون يكون ايضا دائما في الفورمة. الله، هنا انتقال مع الظبي، والظبي يقدمها لنا عبد الله بن يريو بن محمد المنصوري، يتقدم ايضا ابو حميد، الله يا سلام، يتقدم بقوة الى الصدارة ويسحب الشوط مشاهدينا ويجر من البداية. المركز الثاني محبة لعلي بن سالم بن سعيد بن غصن العامري في المركز الثاني. خلونا نشوف اللي قادمة، خلونا نشوف اللي بدأت توصل. رشع الربيعي ضوء وضوء، أكيد هذا الاسم الجميل بيكون وراها أداء مميز. سالم بن علي بن سالم الربيعي المنصوري اللي بدأ يتقدم، بو سالم داعم حقيقي لهذا الشعار، جاب له أيضا التحية. ونعود مشاهدي الأعزاء مع هنا غدوم آخر وانتقال، وبدأ الشوط يولع. سراب العلي بن سلطان بن هاشل الاكتبي بدأ يتقدم، بن هاشل، وبدأ يتقدم أيضا سامبارك بن خليفة بن زهرة
وابدا ايضا البكاري يندفع. نعود لاشعار ابو عمر، نعود لعبد الله ابن جرير، والله المنصوري بدا يتقدم مع الظبي، بدا ينتفع، ولكن وصلت الاخرى، وصلت محبه، وصلت محبه، وصل ابو سالم علي بن سالم بن سعيد بن غصنه العامري، وصل بن زهره ليتقدم من عمق الميدان، يتقدم بن زهره مره اخرى مع الواعيه، وعت الواعيه مبارك بن خليفه بن زهره، ولكن الظبي، والظبي ما فيها حيله، ما شاء الله الوثباويه ما فيها حيله، له التحيه عبد الله بن يريو بن محمد المنصوري يتقدم، وتحيه لابو عمر، الله يا سلام، شوف الشوط يسير، والسلام عن وثباوي، وثباوي قلنا لكم عندما يشترك شعار ابو عمر دائما بروح في الفورمه، وراح في الفورمه بقوه، وتهانينا لعبد الله بن يريو بن محمد المنصوري، وتحيه لابو عمر، وسلام للوثبه. سلام المركز الثاني، تقدمت ايضا بقوه كما تابعناها هي الواعيه مبارك بن خليفه بن زهره الخيلي. المركز الثالث أريمة لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري، فاجأتنا باللحظات الأخيرة. والمركز الرابع هناك أيضا محبة لعلي بن سالم بن سعيد بن غصنة، وبمعيتها أيضا في الفوتو فينيش هملولة لمحمد بن سالم بن علي الزرعي. هذه كانت النتيجة للمراكز الخمس المتقدمة، تقدمت أيضا الظبي من البداية، وتهانينا لعبد الله بن يريو بن محمد المنصوري بهذا الفوز الجميل، والتوقيت 7:44.6 من الثانية. سلام للوثبة، وسلام وتحية لابو عمر. المركز الثاني التي وصلت المركز الثاني أيضا كانت أيضا الواعي المبارك بن خليفة بن زهر الخيلي، 7:46.5 من الثانية، تهانينا لبن زهرة بهذا الفوز الجميل. المركز الثالث التي وصلت فيه فاجأتنا ريمة لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري، وقطعت المسافة في 7:47.5 من الثانية، تهانينا والناموس.